صناعة الفخار حرفة لازمت الإنسان ووثقت تطوره وحضارته، واليوم نحن في قرية تضم أكثر من 150 وحدة لصناعة الفخار، قرية الفواخرة. أنا في المهنة دي من سنة 63، صنايعي وديت أمريكا وديت هولندا وديت فرنسا. هي صنعة فن، صنعة في الجسم زي الدواء زي العلاج، صنعة لو خرجت من جسمي كأن مت. أنا أجيب التينة بودرة من اسكندرية، تينة تعتبر تين جبال أصوال اللي هو نوع واحد أحمر، أبتدي أخمره بالمية على السريع وأجففه وأجمده بنفس البودرة. لما يبقى يديني قلب التينة خلاص هشتغل، أروح دمكو على المكنة وأبتدي أصنع ما أنت تقولي عليه أنت عايزة إيه. أبتدي بقى أنفذه، يقعد 3 أيام أرجع أخرجه في الشمس ياخد درجة النشفان بتاعته، لما أحس إن هو هيستقبل النار علشان ما يفرقعش ابتدي ادخله الفرن وابتدي اعلل عليه بنار بطيئه وارجع ازيد من قوه النار لما اوصل 800 فولت او 1000 فولت. وطالما وصلت دول يبقى الشغل جمد. الانقرض الزير الابيض، القله البيضة، علشان دول كانوا بياخدوا وقت 10 أيام ولعت نار شديدة، فدلوقتي ما بقاش الوقت يستحمل إن إحنا نشتغل في الشيء القديم اللي هو من 30-40 سنة. أحرف حاجة، أمهر حاجة في تاريخ الفخار بقت السنتين دول في دائرة مصر القديمة. دلوقتي لقائها أعلى من الأول 1,000,000 مرة.